تشاهدون في هذه الحلقة: جامعة تعز تقر إضافة برنامجين نوعيين في الفيزياء الطبية والتعدين، والصحة تعد بالشراكة للاستفادة من التخصصات النادرة. القمرية في تعز صناعة يتوارثها الأجيال وإبداع تتفرد به العمارة اليمنية. بطل الجمهورية في السباحة الحرة مختار أمين حين يؤتمن الماهرون على حياة مرتادي مسبح نادي تعز السياحي. أهلا بكم من جديد. مفتتح حلقتنا جولة سريعة على مناشط وفعاليات شهدتها تعز هذا الأسبوع. احتفت جامعة تعز بتخرج الدفعة الأولى من كلية الآداب قسم الفنون الجميلة بحضور قيادة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس. وفي الحفل الذي احتضنته قاعة نادي تعز السياحي ألقيت العديد من الكلمات التي عبرت جميعها عن الفرحة بتخرج دفعة جرافينشي التي تضم 25 طالبا وطالبة من قسمي الفنون التشكيلية والجرافيكس. وأكدت الكلمات أن تكريم الخريجين اليوم هو بمثابة تتويج وتقدير حصاد 4 سنوات من الجد والمثابرة والاجتهاد في التحصيل العلمي. اختتم بتعز البرنامج التدريبي ل30 من القيادات الشبابية الممثلة ل5 مبادرات شبابية فاعلة في تعز. وهدف البرنامج الذي أقامته منظمة مستقبل جديد للتنمية بالتعاون مع شركاء دوليين على مدى أسبوع إلى تأهيل الشباب المشاركين في مواضيع القيادة وتحليل المشاكل وحساسية النزاع وتدريبهم على آلية التدخل في حل النزاعات والحد من مستوى العنف وصياغة مشاريع تخدم عملية السلام وتعزز من قيم التعايش وثقافة التسامح والتصالح بين أفراد المجتمع في تعز. مشاهدينا، تسعى جامعة تعز إلى إضافة تخصصات نوعية في بعض الكليات لمواكبة تطورات وتلبية احتياجات السوق، ويعمل أكاديميون ومختصون وبعض الأطراف من الجهات ذات العلاقة في ورشة عمل بالجامعة على بلورة رؤية لبرنامجي الفيزياء الطبية والنفط والتعدين تمهيدا لافتتاحهما مع بداية العام الدراسي الجديد. كيف يمكن لمؤسسات التعليم في تعز أن تسهم بفاعلية في خدمة المجتمع وتشارك في وضع الحلول وتقديم المعالجات للقضايا المختلفة؟ هذا ما أجابت عليه جامعة تعز مؤخراً ومن خلال ورشة العمل الثانية الخاصة بمناقشة إضافة تخصصات نوعية تلبي الاحتياجات وتواكب متطلبات العصر. هذه الورشة الثانية التي تهتم أو تهدف إلى مناقشة برنامجين أكاديميين نوعيين، اللي هو برنامج الفيزياء الطبية الذي يهتم أو يناقش بالجانب التكنولوجي الطبي وخصوصا التشخيص الطبي. البرنامج الآخر اللي هو برنامج النفط والتعدين كما ترون، أيضا برنامج الحقيقة أنا أعتقد أنه تأخر كثيرا. هذا البرنامج المفروض يكون وجد في جامعة تعز، كون البنية التحتية إلى حد ما موجودة وكذلك الكادر الأكاديمي أيضا متوفر. وأعتقد أنه هذا التخصص عندما أعد كادر وطني مؤهل تأهيل جيد، وبلدنا ما زالت بكر محتاجة جدا لهذه التخصصات. نقاشات مستفيضة وأوراق عمل قدمها المشاركون في هذه الورشة خلصت في المجمل إلى أن تخصص الفيزياء الطبية التي تعتزم كلية العلوم التطبيقية إضافته لبرنامج الكلية أضحى من الضرورة باعتباره تخصص يواكب التطور التقني في أجهزة التشخيص والعلاج التي تحتاج إلى كفاءات يندر وجودها في مستشفيات تعز والجمهورية. الفيزياء الطبية طبعا من أهم التخصصات اللي هي موجودة حاليا في الجامعات العالمية، نتيجة لندرة الخريجين، نتيجة لندرة المتخصصين في هذا الجانب في اليمن، فقد تم عمل هذا البرنامج اللي هو برنامج الفيزياء الطبية لكي يخدم القطاع الطبي، له أهمية كبيرة في مجال التشخيص والعلاج.
دخول هذا البرنامج سيعزز القطاع الصحي بخدمة كنا نفتقر لها، وخاصة في مجال العلاج بالإشعاع والتشخيص بالإشعاع مثل الرنين المغناطيسي وأجهزة الموجات العميقة والصوتية، وكذلك الأجهزة التي تصور الأنسجة بالأشعة والتي يسافر فيها المريض إلى خارج البلد لأسباب قد تكون ليست تقنية وإنما ككادر بشري. النقاشات أيضا تطرقت إلى برنامج النفط والتعدين، واعتبرت بأنه هو الآخر الذي لا يقل شأنا عن برنامج الفيزياء الطبية، وذلك لكون النفط والتعدين من أكثر القطاعات الواعدة في اليمن والتي تلقى اهتماماً بمختلف دول العالم. اتجه القسم للتنشيط هذا المجال لحاجة اليمن لمثل التخصصات النوعية هذه، لأن اليمن طبعاً غنية بالثروات المعدنية وتعتبر من أرضها بكر، لم تستكشف بعد بشكل يعني المناسب. كان هناك في دراسات سابقة قديمة ولكنها جميعا توقفت، يعني تعز أنها برضو في معاناة بالنسبة للمياه، فسيتم استحداث برضو الشعاب، وبالنسبة طبعا تعرض مناطق كثيرة في اليمن للانهيارات والانزلاقات والمشاكل البيئية، فحيكون شعبة في الجيولوجيا الهندسية والمياه وشعبة الجيوفيزياء التطبيقية. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل كان توقيت البحث عن إضافة التخصصات النوعية في بعض كليات الجامعة مناسباً خصوصاً وأن تعز تعيش هذه الأيام في حالة حرب؟ وللبحث في هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف الأستاذ الدكتور عبد الرقيب السماوي، رئيس دائرة التطوير الأكاديمي وضمان الجودة في جامعة تعز. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا دكتور. في العادة برامج تحديث المناهج وإضافة بعض التخصصات خطوة تأتي في أعقاب دراسات تجرى لتحديد الاحتياجات في مختلف المجالات، ما الذي قامت به كلية العلوم التطبيقية وإدارة تطوير المناهج من إجراءات لتحديد هذه الإضافة المتمثلة بتخصصي الطب الفيزيائي وهندسة النفط والمعادن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية نرحب بكم في دائرة التطوير الأكاديمي وضمان الجودة في جامعة تعز، ونقول لكم أننا شاكرون لكم اهتمامكم بهذا الموضوع واهتمام قناة بلقيس بمتابعة العمل الأكاديمي والعمل الجامعي وما يهتم بتطوير الأداء الأكاديمي على مستوى الجامعة. حقيقة بالنسبة للموضوع العمل الأكاديمي وتطوير الأداء الأكاديمي في جامعة تعز، نحن الحمد لله في دائرة التطوير الأكاديمي بالتنسيق مع مختلف عمادات الكليات والمراكز قمنا بالعديد من الورش التي تهدف إلى تطوير برامج الجامعة بما يواكب خصائص العصر وبما يواكب متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي في مختلف الكليات. وكانت كلية العلوم لها ورشتين، ورشة قبل هذه الورشة كانت لتطوير برنامج قسم الرياضيات، وأيضا تشعيب افتتاح وتشعيب أقسام جديدة منها رياضيات الحاسوب والذي يعد قسم جديد لأول مرة في جامعة تعز، افتح هذه الشعبة وهذا القسم في كلية العلوم التطبيقية، وهذه وأيضا برامج الحاسوب، تطوير قسم برامج الحاسوب بشكل عام. وكانت الورشة الأولى في إطار تطوير برامج كلية العلوم التطبيقية. أمس واليوم نحن بصدد تنفيذ الورشة الثانية لتطوير برامج كلية العلوم، وهي برامج افتتاح وليست تطوير فقط، وإنما افتتاح برامج نوعية جديدة هي برنامج الهندسة الطبية، هندسة هي برنامج الفيزياء الطبية وبرنامج النفط والمعادن. هذه البرامج تعتبر من البرامج النوعية ليس على مستوى تعز فقط وإنما على مستوى الجامعات اليمنية بشكل عام. أعتقد أنه جامعة تعز سباقة في هذا الأمر بشكل كبير وكلية العلوم بشكل خاص. هذين القسمين ما من شك أنه يعني لم يتم فتحهما اعتباطا ولم يتم العمل الورش بناء على رؤية آنية
وإنما جاء بناء على خطوات علمية منهجية تمت وفقا لمعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، من خلال أنه أولا تم جمع معلومات عن هذه البرامج، عن هذين البرنامجين كبرامج مناظرة في الجامعات العربية والعالمية والمحلية. لماذا تحديدا الطب الفيزيائي وهندسة النفط والمعادن؟ ما الهدف، إلى ماذا تهدفون أنتم في كلية الطب من هذه المساعي لاعتماد هذين التخصصين، وما مدى حاجة المجتمع لهما تحديدا في هذا الوقت؟ أختي الكريمة، الآن العلم أصبح يتطور، والعلوم التي كانت علوم فرعية أصبحت الآن تخصصات وعلوم رئيسية. يعني كان الفيزياء هو المجال الرئيسي، وكان الجيولوجيا هو المجال الرئيسي، لكن الآن نتيجة لتطور العلم، تطور البحث العلمي، أصبحت الآن العلوم التي كانت فرعية أصبحت علوم رئيسية. أصبح الآن قسم الفيزياء الطبية والأجهزة الطبية والمعدات الطبية والأشعة السينية اللي هي الأشعة وغيرها من الأقسام الحيوية، ليس على مستوى الوطن وإنما على المستوى العالمي. وأصبح الآن يعني الأجهزة الطبية ومعداتها بحاجة إلى كوادر تمتلك المعرفة، تمتلك المهارة، تمتلك الخبرة، يعني كوادر متخصصة. إحنا الآن لابد أن نواكب السوق، لابد أن نواكب متطلبات سوق العمل واحتياج المجتمع. المجتمع الآن بحاجة إلى كوادر متخصصة في مجال الأجهزة الطبية، وبالتالي كان لابد من وجود هذا القسم. هل هناك مثلا مقومات أنتم تعملون عليها لافتتاح هذين القسمين، أم أن الأمر يعني هكذا كفكرة جاءت لإدارة تطوير المناهج في الجامعة؟ هل هناك مثلا توفير لكادر تدريسي لمعامل تطبيقية من أجل أن تحتضن هؤلاء الطلاب في هذين القسمين؟ أكيد، هو يعني أي كلية أو جامعة عندما تهدف إلى فتح برنامج، ما من شك أنها تأخذ في حسبانها مقومات فتح البرنامج. ومقومات فتح البرنامج عندنا 5 معايير أساسية، هو المعيار التشريعي والمعيار الأكاديمي والمعيار الإداري ومعيار البنية التحتية ومعيار التجهيزات. نحن بالنسبة للمعيار التشريعي هو موجود باعتبار الجامعة معترف بها وجامعة حكومية ومعترف بها بشكل رئيسي. بالنسبة للمعيار الأكاديمي، قسم الفيزياء عندنا في جامعة تعز فيه متخصصون في جانب الفيزياء، والآن لدينا أيضا زملاء موجودين تخصصوا في الفيزياء الطبية، بالإضافة إلى أنه سوق العمل يعني الآن في بعض الزملاء حتى الغير معينين الذين يمكن الاستعانة بهم لتدريس بعض هذه المقررات، يمكن الاستفادة منهم في تدريس المقررات. أما بالنسبة لقسم النفط والمعادن والجيولوجيا، فالآن هذا القسم هو ليس في تعز فقط، وإنما أيضا موجود في أعتقد في جامعة حضرموت، في جامعة الأحقاف، بعض الجامعات وخاصة التي في يعني المقومات متوفرة. المقومات متوفرة ولله الحمد. وأيضا إذا كان هنالك نقص في أستاذ أو في متخصص، فالنظام الأكاديمي يسمح بنظام الاستضافة، إنه أنا ممكن أنا يعني كأستاذ يعني نستضيف أستاذ كأستاذ زائر لتغطية بعض المقررات، لكن بشكل عام المقومات الحمد لله موجودة. في الأخير دكتور عبد الراقب، لماذا تأخر اعتماد هذه الأقسام إلى هذا الوقت ومناقشتها في ظل هذه الظروف الراهنة التي تعيشها البلد عموما؟ هو التطوير ينبغي أن يكون موجود في كل وقت، وكانت الآمال أن تفتح البرامج وتنوع قبل الأحداث التي كانت يعني قبل الظروف التي نحن فيها، لكن ينبغي أن لا توقفنا الظروف، وينبغي أن لا توقفنا المعوقات، وخاصة نحن في صرح علمي ينبغي أن يكون هو رائد التغيير، ينبغي أن يكون هو المواكب للتطوير، ينبغي أن يلبي ويغذي حاجات المجتمع. وبالتالي يعني قد يكون تأخر نتيجة الظروف الراهنة، لكن أنه جاء فأن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. الدكتور عبد الرقيب السماوي، رئيس دائرة التطوير الأكاديمي وضمان الجودة بجامعة تعز، شكرا جزيلا، كنت ضيفنا في هذه الفقرة. شكرا جزيلا. مرحبا بكم من جديد. يعمل الكثير بتعز في صناعة القمريات التي تعد مكونا رئيس وفنا من فنون العمارة اليمنية، وتكسب القمريات البناء اليمني طابعه الخاص الذي يميزه عن غيره في البلدان الأخرى. نتابع.
هي عنوان للتميز، وبها تتفرد منازل تعز وغيرها من المنازل في المحافظات اليمنية الأخرى. إنها القمرية، أحد المكونات المهمة في فنون العمارة اليمنية، والتي تكسبه طابعه الخاص، ولا تزال حتى اليوم محط فخر واعتزاز لدى الجميع. في تعز لا يزال الكثير يشتغلون بصناعة القمريات التي تعتلي النوافذ بتشكيل مقوس تتصدر الواجهات بألوانها الزاهية وعملها الإبداعي الفني الجميل. صناعة القمريات هي صناعة أو مهنة قديمة يتوارثها الأبناء عن آبائهم عن أجدادهم. مثلت القمرية على اختلاف تشكيلاتها مثار دهشة وإعجاب لزوار تعز وغيرها من المحافظات، ما جعلنا نقف على صناعة هذا النوع من فنون الزخرفة والتعرف على الحرفيين العاملين في مجال صناعة القمريات. ويعتبر شارع الحصب بمدينة تعز المكان الذي تنتشر فيه محلات الجبسيات وصناعة هذا النوع من الزخارف والمجسمات. لنبدأ بأخذ الحكاية مع أحد الماهرين العاملين في صناعة القمريات. بعد ما نحدد الشكل تقوم بخلط الجص مع الماء، ثم سكبه إيش على اللوح، ومن ثم وضع يعني تقوية في الحاشية أو الإطار، يعني نحدد الإطار، نضع الحديدة أو البلاستيك في المكان المناسب للإطار حتى تكون يعني تكون الكمرية متماسك يعني. وجدت القمرية في الأصل كواجهات تسمح بدخول الضوء إلى المنازل عن طريق الفتحات المغطاة بزجاج، ووقت كان فيه لا وجود للكهرباء، وأعطت القمرية بألوانها الزاهية المنازل جاذبية تسلب الأنظار باعتبارها تحفة فنية تعتمد صناعتها على فنون النحت والزخرفة والتشكيل. تركيب الزجاج بعد ما القمرية تي بس هذا نخرجها يوم تجلس حوالي يوم إلى يومين تي بس بالشمس، بعدين نرجعها مرة ثانية، وطبعاً تكون بضعها على الأرض تقطيع إيش الزجاج بالماس، كل لون يعني كل فتحة لها إيش اللون المناسب لها حتى يطلع عن الشكل المتناسق. يعني اصلح مثلا مزهريات، شكل مزهريات هذه تبدا تعرف عليه، يعني شكل يكون مثلا طاووس، يعني يكون يعني قوس قوس هو قوس كذا، فيها اشكال هندسيه مربعات مراوح زنجير، يعني اسلاميه، يعني شكل اشكال اسلاميه، يعني عده اشكال اصلح. تمر عملية صناعة هذا النوع من النوافذ بعدة مراحل، وتبدأ من وقت تسلم فني القمريات مقاسات ومحددات النوع. للقمريات تشكيلات متنوعة، ترتبط هذه التشكيلات بالقدرات الإبداعية والمهارات لدى العاملين في هذه الحرفة. بالنسبة لي الحمد لله يعني آلاف النقاشات، أنا مستعد أن أصلح آلاف النقاشات، مش يعني الحمد لله يعني لأني هواية الرسم والنحت يعني الحمد لله. يتعارف العاملون في هذه الحرفة على أنماط مختلفة من التشكيلات التي تناسب استخدامات القمريات، فمنها ما هو مخصص للجوامع وبعضها للمنازل وأخرى للمؤسسات العامة. استخدم المساجد، شوف الكتابات داخل المساجد، المحراب، كذلك المجالس، القباب، يعني نستخدم الجص عدة أشكال. في قمرية طاووس، وفي ما اسمه قال قمرية تازر، في اللميمة، في عدة أشكال. هل شاركت يوماً في إنقاذ غريق؟ ما هو
هو الجهد الذي يتطلبه الشخص لتنفيذ عملية الإنقاذ؟ وما هي المهارات التي يجب توافرها في الشخص المنقذ؟ وقبلها ما قيمة هذا العمل؟ كل هذه الأسئلة هي محور قصتنا التالية لأحد أبناء تعز، وهو رياضي سابق في السباحة الحرة ويعمل حاليا في مهمة إنقاذ الغرقاء. في مهمة يومية تبدأ صباح كل يوم ولا تنتهي إلا بمغادرة جميع مرتادي النادي، يقف مختار أمين على حافة الحوض المائي بنادي تعز السياحي، موزعا نظاراته يمنة ويسرة شرقا وغربا، والهدف إنساني نبيل يتمثل في الحفاظ على الأرواح من خلال عملية الإنقاذ. والله تراقب المسبح كامل ضروري، واللي يغرقه دائما يتخبط ما يغرقش سكته، ضروري يتخبط. فنحن هي حركاتي هذه يتخبطي بالرجلين ولا باليدات، قلت نتلفت خلاص قضية طبيعة. بطل الجمهورية لست مرات في السباحة الحرة يقول أنه بعد توقف النشاط الرياضي بتعز بفعل الحرب فضل العمل بمهنة الإنقاذ، حيث يشعره العمل في هذا المجال بالسعادة، خصوصاً وأن المسبح هو الوحيد داخل مدينة تعز ويتوافد عليه العشرات وربما المئات، معتبراً أن ما يقوم به تجاه غيره من القادرين على السباحة في الماء واجب إنساني وديني في المقام الأول. عمل الإنقاذ هو أولاً عمل إنساني، ثانياً أنه معك أجر، تشعر بارتياح لما تنقذ نفس من الموت، يعني يكون على وشك الموت بالذات بعد اللي تنقذه الغريق يطلع يشكرك. عن المهارات التي يحتاجها العامل في مجال الإنقاذ بأحواض السباحة والمسطحات المائية، يؤكد مختار أن القوة البدنية واللياقة وعمق النفس هي الأساس التي تؤهل الشخص لممارسة مثل هذا النوع من العمل الذي يبدو عند البعض هينا وهو عظيم لأنه يتعلق بإنقاذ أرواح. ضروري يكون عندك قوة تحمل ونفس ولياقة بدنية عالية، ولا ما بتعرفش تطلع الغريق، بيمسكك جنبه وغريق تنتهي. وحفاظا على حياة الناس، طالب الرجل مرتادي المسبح باتباع التعليمات وذكر بعضا من نوادر لأشخاص تم إنقاذهم على يديه. أكثر الغرقات لاحظهم يجي يرقون بنفسه ثاني، بطلعوا ليش ما ليش قفزت وانت ما تعرفش السباحة، يقول لك احسب كله سوا، ولا شفت واحد جاهل، طيب الجاهل هذا سباح، أنت ما تعرفش تسبح، كيف ترقم بنفسه؟ روى المنقذ عدة مواقف واجهته خلال عمله، لكن أصعبها التي واجهها أثناء بحثه عن ساعة أحد المرتادين. المواقف كثيرة، بس مرة نزلت أدور ساعة حق واحد، وحصل واحد تحت، ما انتبهنا لهش إلا يعني لولا نزول أدور الساعة كنت ما مسك بي على طول وأسبح أنا وهو. ويمثل المسبح بنادي تعز السياحي المكان المناسب لممارسة هواية السباحة رغم ازدحامه. فعلاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً. مشاهدينا بهذه الفقرة نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نترككم في رعاية الله وإلى اللقاء. عز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا.